السلام عليكم. افتتح الرئيس عبد الرب منصور هادي في عدن مشاريع متنوعة متعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات وتأسيس شركة جديدة لتقديم خدمة الإنترنت. في كلمة الافتتاح التي ألقاها رئيس الوزراء قال بن دغر إن هذا المشروع سيوفر آلاف فرص من العمل للشباب، كما سيقدم خدمة الإنترنت بسرعة تتفوق 80 مرة عن مستوى الخدمة التي تقدمها الشركة القابعة تحت سلطة الانقلابيين. هذا وتحتكر شركة يسيطر عليها الحوثيون توفير خدمة الإنترنت وتقدم خدمة سيئة للمشتركين في جميع الأراضي اليمنية. مسؤولون في الحكومة قالوا إن الشركة بعدن ستبدأ تقديم خدماتها بموعد أقصاه 30 يوليو القادم. تطلق هذه الشركة بالتزامن مع تدني مستوى الكهرباء في العاصمة المؤقتة، ما سيعيق من وصول خدمة الإنترنت للمواطنين ويضعف أداءها كما يقول متابعون. هي باقة متكاملة من الخدمات، يجب أن تتكامل جهود الحكومة إذن ليشعر الناس بتغير حقيقي وملموس في مستوى الأداء الحكومي. تزامن افتتاح هذه المشروع مع عودة الرئيس هادي يفتح أيضا بابا للتساؤل، هل لافتتاح هكذا مشاريع علاقة بوجود الحكومة الشرعية في عدن؟ وهل سينعكس وجود الرئيس والحكومة في عدن على أوضاع الناس في العاصمة والمناطق المحررة الأخرى؟ وقبل ذلك، هل تستقر الحكومة في العاصمة عدن وتستمر بأعمالها الطبيعية منها، أم أنها ستغادر بعد حين؟ وأخيراً، هل تم حسم الخلافات في الملف الأمني بين الشرعية والتحالف ليتجه الجميع للاستثمار في خدمة المواطن وتنمية البلد؟ أعزائنا المشاهدين، هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. نبدأ الحلقة بمتابعة هذا التقرير. بعد انتظار طويل قام الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء بن دغر بتدشين حزمة من المشاريع الخدمية في مجال الاتصالات والانترنت، وتتكون من بوابة عدن الدولية ومزود خدمة الانترنت عدن نت وشبكة عدن للانترنت اللاسلكي وشبكة عدن للجيل الرابع وشبكة عدن لتراسل المعطيات والكابل البحري الدولي وغيرها من المشاريع ذات الصلة. ويعد هذا المشروع الذي تصل تكلفته إلى 100 مليون دولار أكبر مشروع تقني تؤسسه الحكومة لسحب السيطرة من تحت أيدي الإنقلابيين. رئيس الحكومة قال إن المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب وسيقدم خدمة إنترنت سريعة تفوق سعتها ما تقدمه شركة يمن نت 80 ضعفا وبسعر أقل، وستدخل الخدمة نهاية شهر يوليو المقبل. ناهيك عن ذلك، فإن تدشين شركة اتصالات جديدة من شأنه كسر احتكار الميليشيا للتحكم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويتم بالتدريج سحب البساط من تحت أقدام الحوثيين الذين سيجدون أنفسهم معزولين، خاصة إذا ما تم استكمال تحرير الحديدة. متابعون في عدن يقولون إن نجاح هذه الشركة مرتبط بخدمة الكهرباء والتي لا تزال سيئة حتى الآن، سواء في عدن أو بقية المحافظات المحررة، فكيف يتم تأسيس خدمات تقنية ضخمة والكهرباء ما تزال ضعيفة؟ تواجد الرئيس هادي وحكومته في عدن كيف سيؤثر على ملف الخدمات الأساسية؟ منذ تحرير عدن في يوليو 2015 انتظر المواطنون في المناطق المحررة أن تقدم الحكومة نموذجا مشرفا لإدارة تلك المناطق وتوفير الخدمات للناس، لكنها فشلت في ذلك، وتعقدت المهمة أكثر بعد دخول الإمارات في الخط وتدخلها في الملف الخدمي في عدن وبقية المناطق المحررة. وقبل ذلك فساد منظومة الحكومة وفشلها في إدارة مصالح الناس. المعركة في عدن اليوم هي معركة خدمات وتقديم نموذج يختلف عما يعيشه الناس تحت وطأة الانقلاب. الرئيس هادي في المقام الأول معني بتصحيح الوضع المختل في العاصمة المؤقتة عدن. الحكومة أيضا ينتظر منها أن تباشر أعمالها من العاصمة عدن وتضطلع بمهامها الطبيعية بعيدا عن إلقاء اللوم على الحرب وترديد اسطوانة أن الحوثيين يتحملون ما يحدث في عدن إلى اليوم. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن عبر السكايب من ماليزيا مهندس الإنترنت
ومدير. نعم، إذا أرحب بمن ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية الصحفي فائد دحان. أهلا بك أستاذ فائد. مرحبا، حياكم الله. كما أرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا من ماليزيا، مهندس الإنترنت ومدير موقع صحافة نت الأستاذ يسري الأثوري. أهلا بك أستاذ يسري. إذا أبدأ معك أستاذ فائد. عودة الرئيس هادي إلى عدن وكذلك الحكومة، هل إلى أي مدى ترى أنها ستنعكس إيجابيا على مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة؟ عودة الرئيس هادي عودة شرعية بشكل كامل، كانت بمثابة بشارة للمواطن الذي ينتظر تطبيع الأوضاع بصورة عامة، وهذا ما كان يتمناه المواطن البسيط وما كان يتمناه السياسيون وطالب به نشطاء بعودة الحكومة. الحكومة عادت وهي تحمل في طياتها الكثير من المهام التي يجب عليها إنجازها في هذه الفترة الهامة. رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبد بن دغ في الفترة الماضية حاول جاهدا لتطبيع الأوضاع وصنع أشياء كثيرة، كان منها مراهنته على تنفيذ شركة عدن نت التي حصل فيها اختلافات ومهاترات إعلامية كثيرة، لكنه بالأخير نجح في إنشائها وافتتحها رئيس الجمهورية افتتحها اليوم بحضور الحكومة وبحضور كوادرها كثيرون، يعني اليوم متواجدون، كما أن وزير الإعلام صرح بأن هذه الشركة ستكون انعكاس كبير لدور الشرعية في تطبيع الأوضاع وازدهار الواقع وتنفيذ متطلبات الوطن في مرحلة ما بعد التحرير. نعم، طيب ما هي طبيعة التفاصيل المتوفرة لديك حول هذه الشركة المتعلقة بالاتصالات؟ على ما فهمت أن الافتتاح كان لعدد من المشاريع وليس فقط لشركة واحدة، ما طبيعة هذه المشاريع المفتتحة؟ الصوت تسمعني بشكل جيد أستاذ فائد؟ أستاذ فائد هل تسمعني؟ مفيش صوت، صوت واطي أستاذ فائد؟ إذن إلى حين حل هذه الإشكالية أستاذ فائد، أعود وأرحب من جديد بالأستاذ يسري الأثوري مهندس الإنترنت ومدير موقع صحافة نت. أهلا بك أستاذ يسري مجددا. مرحبا بك مجددا، حياكم الله. أستاذ يسري، إذن اليوم كان هناك افتتاح لعدد من مشاريع الاتصالات في عدن من قبل رئيس الجمهورية وكذلك من قبل رئيس الوزراء، برأيك وبحسب المعلومات المعلنة حول هذه المشاريع، إلى أي مدى ستكون أو ستمثل وستحقق للمواطنين من خدمات ومتطلبات أيضا؟ اولا المعلومات المعلنه بهذا بخصوص هذا المشاريع التي افتتحت اليوم هي معلومات شائعه جدا، والمشاريع هذه يتم العمل عليها منذ اكثر من عام، ربما منذ عامين، منذ تولي الدكتور احمد بن عبيد بن دغر رئاسه الوزراء. المعلومات كونها شحيحه لا نستطيع ان نجزم ما الذي سيتم تقديمه للمواطنين بالضبط، لكن اشهر هذه المعلومات التي توفرت لدينا انه سيتم تقديم خدمه الانترنت عبر تقنيات الفورجي، وهذه ستعتبر قفزة نوعية في وضع خدمة الإنترنت في اليمن وبالأخص في مدينة عدن، كون الخدمة ستقدم في المرحلة الأولى في مدينة عدن. لكن هناك خلط في المعلومات التي أيضا تم الإعلان عنها من قبل الحكومة. أولا الحديث عن تقديم الخدمة بسرعة 80 ضعف هو حديث غير دقيق ومعلومات غير صحيحة. هناك نفترض أن يجب أن نفصل بين مشروع الكابل البحري وبين مشروع بوابة عدن للإنترنت أو عدن 4G. هنا مشروع الكابل البحري سيوفر سعات اتصال دولية بين اليمن والعالم تفوق 80 ضعف في سرعة الاتصال الحالية بين اليمن والعالم. وبالتالي هنا نتكلم عن 80 ضعف في الفعل، كون سرعة الاتصال الحالية بين اليمن والعالم
تتراوح بين 20 الى 30 ميجا، بينما عفوا بين 20 و30 جيجا بت، بينما مشروع الكابل البحري سيوفر 1800 جيجا بت على الثانية. فهذا مشروع مستقل بدأ العمل فيه تقريبا منذ عام 2013 أثناء ما كان الدكتور محمد بن داغ وزير الاتصالات. هو مشروع كابل بحري يمتد من شرق آسيا إلى أوروبا، يمر باليمن واليمن مساهم فيه، هناك عدة دول مساهمة في هذا المشروع. ما يهم المواطن هو الخدمة التي ستصل إليه، وستكون عن خدمة الفورجي. هذه الخدمة سيتم توفيرها ابتداء خلال شهر أو شهر ونصف. الخدمة التي ستوفر للمواطن حتى الآن لم يتم، هي خدمة الفورجي الجيل الرابع، هي تتعلق بالهواتف الجوالة أم أنها أيضا بالنسبة للإنترنت المنزلي ذو الاستخدام المنزلي أيضا؟ هنا معلومات غير واضحة. هل الإنترنت المنزلي متوفر حاليا سيتم ربطه بالشبكة الحالية أو لا؟ لكن إذا تم ربطه بالشبكة الحالية وبالبوابة التي أنشئت في عدن، لن يكون هناك أي تأثير ولن يكون هناك أي زيادة في السرعة، كون المشكلة الأساسية هي في الشبكة الداخلية، الشبكة التي تربط السنترالات بالمشترك. هنا المشكلة الحقيقية في الشبكة الحالية للإنترنت في اليمن. كما أن خدمة إيديسل التي يقدم عليها الإنترنت في اليمن لا تستوعب سرعات عالية، وهي خدمة يعني قديمة وخدمة متردية وأصبحت خارج الخدمة تقريبا. لكن التعويل الآن على خدمة الفورجي، وخدمة الفورجي هذه لو درسنا متوسط السرعات في العالم، أفضل سرعات موجودة لمتوسط سرعة الفورجي هي في سنغافورة على مستوى العالم، يعني تتراوح السرعة بين 40 إلى 45 ميجا، بينما في الدول المجاورة تقريبا تصل في سلطنة عمان إلى 20 ميجا، في السعودية تقريبا تصل إلى 10 ميجا متوسط السرعة. أقل سرعة اتصال 4G حسب دراسة يعني نشرتها قبل أشهر شركة أوبن سيجنال كانت على 77 دولة في العالم، كانت أقل سرعة في الهند بسرعة تقريبا متوسط السرعة 6.5 ميجا بت في الثانية. لو وصلنا إلى هذه السرعة في اليمن أو إلى هذا الحد، لو وصلنا إلى حد 5 متوسط 5 ميجا بت في الثانية، فهذه تعتبر قفزة نوعية، كون المتوسط الآن تقريبا 350 كيلو بت. مفهوم. لكن هذا من جديد، هذا بالنسبة للجوالات، الإنترنت الخاص بالجوال، أم أنه بالنسبة للإنترنت أيضا الذي يصل إلى المنزل؟ هذا الإنترنت الذي سيكون للجوال، شبكة الفورجي ممكن تشغيلها على قواعد ثابتة أو مودمات ثابتة، بحيث أنها تستقبل إنترنت من أماكن ثابتة وهي تكون سرعتها أعلى، أو عبر الجوال وعبر وسائل متنقلة وتكون سرعتها أقل. في الحالة في كلتا الحالتين ستخدم المستخدم. طيب في حالة النقطة وأنت تتحدث كنت عن طبيعة الموصلات التي متواجدة الآن أو البنية التحتية الخاصة بالاتصالات والإنترنت في عدن وبقية المحافظات اليمنية، يعني هل يمكنها استيعاب سرعات أكبر أم أن هناك حاجة لإيجاد تقنية أكبر مثل الألياف الضوئية مثلا لتوصيلها لكل بيت حتى يتمكن اليمنيون من الحصول على خدمة أكبر أو سرعة خدمة بسرعة أكبر؟ نعم نعم، لا يمكن الشبكة الحالية، لا يمكن العمل عليها أو تطوير التقنية الحالية لـ ADSL، لأنها أصلا تقنية قديمة وتكلفة تطويرها والعمل عليها لا توازي العائد منها، وبالتالي من غير المجدي ومن غير المفيد أن يتم الاستثمار في هذه التقنية. هناك الآن تقنية 4G وهي الأشهر في العالم، وأكثر الناس والاتصال يتم عبر الإنترنت في العالم يتم عبر تقنية 4G. التقنية الثانية هي تقنية الألياف الضوئية، وهذه تقنية مكلفة كونها تحتاج إلى توصيل إلى كل بيت، وخاصة في وجود التجمعات السكنية المتباعدة في اليمن. بالتالي بالنسبة لنا لليمن وفي ظل الظروف الحالية وفي ظل الإمكانيات الحالية، الأفضل هو العمل على تقنية 4G،
وهذا كان قرار سليم من الحكومة في أنها تعمل على هذا المشروع. طيب دعني أعود إلى الأستاذ فايد دحان لمعرفة المزيد حول تفاصيل هذه المشروعات. الحديث على افتتاح عدد من شركات الاتصالات أو عدد من المشاريع المتعلقة بالاتصالات. أستاذ فايد، هل من تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه المشاريع؟ ويعني سمعت الأستاذ يسري وحديثه التقني، وهناك تفاصيل تقنية كثيرة. كيف يمكن للسكان الآن أن يستفيدوا من هذه المشاريع التي تم افتتاحها؟ بطبيعة الحال يعاني المواطن اليمني من خدمات الإنترنت منذ فترة طويلة. مثل الإعلان فقط عن هذه الخدمة وتطوير يعني الإنترنت من 3G إلى 4G وتناول ويصبح وأن يصبح بين يدي المواطن وفي تناول المواطن، مثل تقدما كبيرا. الدكتور أحمد عبد بن دغر هو راهن على تنفيذ هذا المشروع الكبير برعاية فخامة رئيس الجمهورية، وشرع في تنفيذه منذ وقت مبكر كأحد المهام كأحد أهم الأشياء الرئيسية التي يجب تنفيذها، ليس فقط لترفيه المواطن الذي يعيش حالة حروب، وإنما أيضا للتضييق وعلى جماعة الميليشيات الانقلابية، الجماعة الحوثية التي تستفيد من خدمات الإنترنت، تستفيد من شركات الاتصالات لتزويد جبهاتها بالدعم المستمر في معركتهم مع الشرعية. وهذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء هذه الشركة التي سيتبعها خطوات كثيرة. ربما ما هي طبيعة هذه الخطوات أستاذ فايد؟ هل سيتم قطع شبكة باعتبار أن شركة الإنترنت التي تزود الآن المحافظات اليمنية الأخرى هي موجودة أو يتحكم فيها الحوثيون على الأقل وعلى مواردها في صنعاء، هل سيتم قطع يعني تزويد هذه الشركة بالإنترنت؟ ما هي طبيعة التفاصيل المتعلقة بذلك، خصوصا وأن الحديث على أن الشركة الجديدة لا زالت محصورة في عدن وقد تنتقل إلى المحافظات الأخرى مستقبلا؟ بطبيعة الحال وبالإمكانية المتاحة الحكومة تشرع لتنفيذ هذا المشروع بهدف قطع الاتصالات وقطع الشركات أي مردود يعود للحوثيين في القادم. هذه مهمة رئيسية يجب أن تقوم بها الشرعية بصورة مهمة وبصورة عاجلة، لكنها وبحسب الظروف الحالية سوف تقوم بهذا ولو على مدى طويل. لا، ليس لدي معلومة عن التوقيت المناسب أو التوقيت كي يقوموا بنقل سنترال إلى عدن ويصبح التحكم بالسنترال بصورة كلية من عدن، لكنه هدف رئيسي تمضي الحكومة عليه بخطى مستقيمة رغم الظروف ورغم ما تواجهها من صعوبات وعراقيل هنا وهناك. تكلفة هذا المشروع الذي بلغ 93 مليون دولار يحتاج إلى أيضا مبالغ طائلة أخرى كي يتم إنجاز هذا المشروع ونقل التحكم على الاتصالات والإنترنت من العاصمة المؤقتة عدن بصورة دائمة. هذا ما تهدف إليه الشرعية ولو على المدى المتوسط. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. أعود إلى الأستاذ يسري الأثوري. أستاذ يسري، كان هناك حديث على أن هذا المشروع يهدف إلى إلغاء الاحتكار يعني الذي يقوم فيه الحوثيون باعتبارهم يسيطرون على الشركة التي تزود الإنترنت الآن لصنعاء وبقية المحافظات القابعة سواء تحت سلطة الانقلابيين أو المحافظات الأخرى. إلى أي مدى افتتاح مثل هكذا مشاريع يعني من وجهة نظرك يمكن أن يلغي هذه السيطرة وهذا الاحتكار ويعيد الرافد المالي الذي يعني هو نسبة كبيرة منه كانت تذهب لتمويل الانقلابيين ليذهب لمكانه الطبيعي للحكومة وللدولة ولليمنيين عموما؟ أولا يعني الاتصالات
قطاع متسارع، يعني قطاع تقني متسارع، دائما تحدث فيه تغييرات كبيرة ومتسارعة. قطاع الاتصالات اليمني لم يحصل على أي تحديث تقريبا منذ 12 أو 15 عام، وخلال هذه 15 عام حدث تقريبا تحديثين بسيطين فقط، واحد في إطلاق خدمة الواي ماكس، وهذه خدمة كانت فقط تغطي صنعاء وعدن ولم تكن بالشكل المطلوب، وتأخرت كثيرا ولم تؤدي الغرض المطلوب منها. والخدمة الثانية كانت خدمة الـ3G التي قدمتها يمن موبايل، وخلالها وهذه الخدمة أيضا لم تكن بالشكل المطلوب لأنها كانت تعاني من الاختناقات كبيرة، وكانت تعاني مشاكل كثيرة جدا، وكمان لم تغطي الكثير من المناطق وإنما غطت المدن الرئيسية. بالتالي قطاع الاتصالات في اليمن كان فيها مس الحاجة إلى التغيير. ونحن يعني وإذا قلنا إن اليمن من أسوأ أو من أبطأ الاتصالات بالإنترنت في العالم لم نكن نبالغ، يعني 350 متوسط الاتصال في عام 2013، عفوا في عام 2017 لليمن 350 كيلو بت في الثانية، وهذه أصلا يعني رقم يعني لم يعد يتعامل به العالم أصلا، يعني الآن متوسط السرعات في العالم يعني تفوق هذا الرقم ب 20 إلى 30 ضعف. عملية التحكم كانت فعلا عملية تحكم تتم بطريقة مركزية عبر العاصمة صنعاء بكل الإنترنت في اليمن، وأنشأت الحكومة هذه الشركة وبوابة الإنترنت في عدن لقطع التحكم عن جماعة الحوثي من ناحية، ومن ناحية ثانية لما تمثله من إيراد لجماعة الحوثي من إيرادات مالية، ولما تمثله من إيرادات ستجلب الإيرادات للحكومة الشرعية اليمنية، كما أن هناك أيضا كما قلت لك سيمثل تحديث لقطاع الاتصالات اليمني. من المتوقع أنه خلال المرحلة القادمة أو المفترض أن يكون هناك حزمة من القرارات التي تعمل على ربط اليمن كلها عبر بوابة الإنترنت في عدن. هذه القرارات ليست بالبسيطة والسهلة والممكن تنفيذها بسهولة، لكن من الممكن أن تتم يعني خلال الفترة القادمة، خلال نقول خلال عام أو أكثر، من الممكن أن يتم يعني ربط الإنترنت في اليمن بشكل عام عبر البوابة. أعتقد أن هذا سيؤدي إلى سوء الخدمة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أو انقطاعها إذا رفض الحوثيين التعاون، وبالتالي قد لا تلجأ الحكومة مثل هذا الخيار. لكن في المناطق المحررة هناك عدة مراحل ستمر بها الخدمة، أولها الناس في الخدمة في عدن، بعد ذلك سيتم إيصال الخدمة إلى محافظات أخرى كتعز، وشكل فريق من اتصالات تعز حسب معلومات للبدء بعملية الربط ودراسة عملية الربط، سيتم إيصال الخدمة إلى حضرموت والمفترض أسهل من تعز، وكذلك أيضا مارب. حديدة أيضا هناك دراسات لربط المشروع الجديد في حال تم تحريره. هذه العملية ستتم يعني ستغير من واقع الإنترنت تقريبا في اليمن، وستقلص من احتكار الحوثيين سيطرتهم على الإنترنت بشكل كبير جدا. هناك إذا تم تقديم خدمة الاتصال الهاتفي عبر هذه الشركة، أيضا هذه الشركة أعتقد الجي اس ام بالجيل الجيل الرابع، إذا تم أيضا تقديم خدمة الاتصال الهاتفي عليها كسر كبير لعملية احتكار الحوثيين للاتصالات، أيضا الاتصالات وستمثل ربط آمن بين المواطنين والمسؤولين في المناطق الخاضعة للسعودية، حيث لا يتم التجسس على المسؤولين عن طريق شبكات الاتصالات التي نعم تسيطر عليها جماعة الحوثيين، حيث على جميع الاتصالات النقالة. هناك يعني شحة في المعلومات، لا نستطيع أن نجزم مفهوم. مدى خطط الحكومة، لكن هناك يعني أنا قابلت قبل فترة بداية العام وزير الاتصالات وقال إنه ممكن أن يتم السيطرة على الكود الدولي الخاص باليمن اللي هو 0967، ويتم الربط فيه من خلال عدن، بحيث إنه الاتصالات الدولية الواردة والصادرة من اليمن ستكون تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وهذه ستجبر جميع شركات الاتصالات على الربط عن طريق السنترالات في عدن. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ يسري وكذلك الأستاذ فايد. سنذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، بعده نستمر في النقاش في هذه الحلقة، تفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أجدد الترحيب بضيفي الأستاذ يسري الأثوري المهندس إنترنت ومدير موقع صحافة نت، وكذلك الأستاذ فائد دحان الصحفي الذي ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من عدن. وأعود إليك أستاذ فائد، إذن إلى أي مدى يمكن الحديث على أن مثل هكذا خطوات تقوم بها الحكومة سيسهم أكثر في مواجهة ميليشيات الحوثي وتقليص ما يمكن أن تحصل عليه من موارد مالية تذهب في نهاية المطاف لمواجهة اليمنيين؟ الحكومة الشرعية تجد في البحث عن الطرق التي تجفف منابع الدعم التي يتلقاها الحوثيين هنا وهناك، كي يعني كنوع من الحصار وكنوع من المعركة التي تقودها في 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 تحرير اليمن من قبضتهم. أنا أعتقد أن أخذ هذه الخدمة، أن تحريرها من قبضة الحوثيين، تقارب إلى حد كبير تحرير مدينة كانت تحت قبضتهم وتدر لهم مبالغ كبيرة من الأموال. اليوم المعركة التي تحصل في الحديدة أيضا هدفها إغلاق هذا الميناء أمام من تحت وأخذه من تحت سيطرتهم لإرجاعه وتحت سيطرة الشرعية وتجفيف منبع هام كان يدر عليهم بالمبالغ كبيرة يستخدمها في مجهودهم الحربي لقتل اليمنيين. الإنترنت له مهمة كبيرة في إدارة المعركة وإدارته وأن يكون تحت سيطرة الحكومة الشرعية شيء مهم جدا، حتى في استخدام المعلومات، في متابعة سير المعارك، في توفير هذا للإعلاميين الذين أيضا يخوضون هذه المعركة في طور التحرر من قبضة الميليشيات الحوثية. الإعلاميين والمجتمع بشكل عام الذي يتابع هذه الأحداث ويتابع التطورات ويتابع التحريرات هنا وهناك يعاني من سوء الخدمة المتوفرة حاليا التي تقدمها شركة يمن نت عبر شركة يمن موبايل أو الشركات الأخرى. هناك لكن هذه في نهاية المطاف يعني هي شركات، هناك ابتزاز وهناك سرقات تحصل. أستاذ فايد، يعني هذه في نهاية المطاف هي شركات تابعة للدولة في نهاية المطاف، يعني لا يمكن عزلها عن اليمنيين، إلا أن الإشكالية فيها أن من يتحكم فيها الآن ومن يسيطر عليها هم الحوثيون، أليس كذلك؟ نعم، هذه مشكلة قائمة. تحرير هذه الشركات تأتي كمرحلة لاحقة بعد تحرير، بعد عادة السيطرة على سنترال على بشكل عام أن يكون تحت سيطرة الشرعية، بعدها يمكن التحكم بهذه الشركات وإعادة تموضعها بحيث تكون تحت سيطرة الشرعية والقيام بمهمتها في معركة التحرير. اليوم هناك هم عايشين أشبه بإقامة جبرية، شركات يمن، شركة سبافون، شركة MTN، شركة واي، وإن كان هناك من يعمل أو يتماهى معهم نوعا ما، لكنهم يريدون العمل في ظل حرية تامة تمنحهم حتى من استخدام الخدمات الإخبارية التي كانت تزود المواطن عبر هذه الشركات. الفورجي أن تضاف إلى هذه الخدمة هي خدمة كبيرة، هي تقدم كبير سيساعدنا في تلقي المعلومات، في معرفة حقيقة ما يحصل، متابعتها أولا بأول، وهذا ما نريده في لكن في بالحديث عن الفورجي. وثم أمور كثيرة أيضا تراهن عليها الشرعية. دعني أنقل هذا التساؤل أستاذ يسري الأثوري. أستاذ يسري، يعني الحديث على خدمة الإنترنت في العاصمة المؤقتة عدن وربما أيضا في المحافظات المحررة الأخرى المجاورة لها إذا ما انتقلت الحكومة إلى المشاريع في مراحلها التالية، إلى أي مدى هذه الخدمات تحتاج إلى بنية تحتية أخرى ممثلة بخدمات الكهرباء؟ هل يمكن لهذه الخدمات أن تستمر دون وجود خدمة الكهرباء بشكل كافي وعدم انقطاع متكرر لهذه الخدمة من وجهة نظرك؟ أستاذ يسري. بشكل عام نعم، يعني خدمة الإنترنت هي مرتبطة بخدمة الكهرباء.
لكن إصلاح منظومة الكهرباء في اليمن تحتاج إلى استثمارات ومبالغ طائلة جدا، بينما الاستثمار في القطاع التقنية هو استثمار سهل ومريح يعني مقارنة بالاستثمار في قطاع الكهرباء، ويعطي نتائج فورية ويعطي عائدات سريعة. وبالتالي عملية الاستثمار في قطاع الإنترنت مهمة جدا. عملية الانقطاعات في الكهرباء صحيح أنها ستؤثر على الخدمة، لكن يجب أو يمكن التغلب عليها من خلال المولدات التي ستحصل عليها مؤسسة العامة للاتصالات، وكما هي تعمل الآن الخدمة التي تعمل الخدمات التي تعمل الآن ستعمل يعني بنفس الطريقة في المستقبل. لكن لا يمكن تجاهل تطوير خدمة الإنترنت في ظل تردي خدمة الكهرباء. خدمة الكهرباء في عدن بغض النظر عن ما تأتي في بعض الأوقات تكون متحسنة، وفي بعض الأوقات خاصة في الصيف تكون رديئة، لكن مسألة الاتصال بالإنترنت لا تحتاج إلى كهرباء عالية، وإنما تحتاج ربما إلى جهاز جوال وبعض السنترالات التي توفر لها خدمة الكهرباء. الحكومة قادرة على التغلب على مشكلة الكهرباء من أجل تزويد المواطن بها. المواطن يعتمد على حلول منها شحن بطاريات الشحن، منها الطاقة الشمسية، منها توفر الكهرباء الذي سيشحن بها جواله أو جهازه خلال فترة توفر الكهرباء. انقطاعات الكهرباء لن تحد من الاستخدام الكبير للإنترنت، لكن من وجهة نظري أن المشروع كان في محله وفي مكانه السليم بغض النظر عن ما يحدث لقضية الكهرباء. الاتصالات في اليمن كانت في بنية متردية ممكن أن تتوقف في أي لحظة، وأيضا كانت تحت سيطرة الانقلابيين في صنعاء، وممكن أن يتم قطع الاتصالات عن عدن في أي لحظة إذا اتخذ الانقلابيون قرار بهذا الاتجاه، وبالتالي هذا سيؤثر على جميع الخدمات في عدن، من خدمات البنوك إلى شركات صرافة إلى اتصالات المواطنين إلى اتصالهم بالإنترنت. تفاصيل كثيرة كانت ستزيد من معاناة الناس بشكل مبالغ فيه إذا تم قطع الاتصالات عن عدن. قطع الاتصالات عن عدن أو قطع خدمة الإنترنت عن عدن لن يكون له بديل إلا إذا وجدت الشرعية بديل، وهو ما تم بالفعل. أما الكهرباء ممكن أن يتم إيجاد بدائل مثل المولدات الاحتياطية وما إلى ذلك. نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى أستاذ يسري. عودة إلى أستاذ فهد دحان. أستاذ فهد، بالحديث عن الحكومة وعن افتتاحها لهكذا مشاريع، هل هذا مقدمة، يعني هل يفهم من افتتاح هكذا مشاريع أنها مقدمة لاستمرار عمل الحكومة وبقائها، خاصة الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي أيضا في عدن إلى فترة طويلة، أم أن ربما هناك يعني افتتاح لمشاريع ثم فترة ثم سيكون هناك غياب كما حصل في فترة سابقة من الزمن؟ بقاء الحكومة من عدمه بصراحة هذا لا يأتي إلا عبر قرار عام على مستوى المنطقة. دول التحالف لها الدور الكبير في هذا الجانب، بإمكانها أن تتيح كل الظروف لبقاء هذه الحكومة للعمل من داخل اليمن، وهو أفضل لنا ولهم، بحيث أن بقاء الحكومة يمثل تواجد حقيقي لهم لمعرفة أوضاع الناس، لمعرفة الأوضاع العامة، والاستمرار في افتتاح مشاريع وتطبيع الأوضاع أكثر وأكثر، ووضع مشاريع تكتيكية هدفها في استقرار الأوضاع، مما يؤدي لتقدم الجيش الوطني في لا 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 مواجهته لهذه الميليشيات في المناطق التي لا زالت تحت سيطرتهم. أنا أعتقد أن عودة الشرعية وعودة الرئيس عبد الرب منصور هادي جاء لهذا الهدف، أتى لاستكمال معركة تحرير الوطن، وبحسب المعلومات التي تلقيتها بأنه أتى لهذا الغرض. يعني هناك مناطق لا زالت خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وهدف تحريرها من داخل اليمن، وهذا ما يحصل اليوم في الحديدة واشتعال الجبهات أيضا في نهم وفي صعدة، وهناك أيضا مشروع وهناك أيضا أهداف اقتصادية
بدأها بإعلان البنك المركزي قبل أسبوع تقريبا إلى تخفيض سعر الدولار واستقراره عند 381 ريال يمني، وهو مشروع أيضا لن ينجح إلا بدعم التحالف، وهكذا يعني مقدر لنا. ثمت مشاريع كبيرة تواجه وأهداف كبيرة تواجه الشرعية وتريد أن تنفذها في اليمن، معظمها تهدف إلى الخلاص من هذه الميليشيات القاثمة على صدر اليمنيين التي لم تسيطر لم تقتلنا فقط، وإنما قتلت أيضا اليمن أرضا وتربة و جبال وسهول وموانئ وشواطئ. هذا ما يحصل، ومهام كبيره لا تزال امام هذه الحكومه الشرعيه، امام الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي ابتهج الكثيرون بعودته، ومع ما حصل مقدما من تفاهمات في مع دوله الامارات العربيه. بالحديث عن هذه التفاهمات استاذ سعيد، وهناك بما انك تطرقت عن هذه التفاهمات، هل من معلومات كبير لديك حول طبيعه هذه التفاهمات؟ هل من الان وصاعدا سيكون الملف الامني والعسكري ايضا في العاصمه المؤقته عدن اكثر استقرارا؟ هل لديك معلومات حول هذا الموضوع تحديدا؟ ليس لدي معلومات دقيقة بالضبط، وإنما الواقع يقول شيئا آخر. هناك استقرار نلحظه في محافظة عدن، هناك هدوء بشكل كبير جدا، لم نعد نسمع منذ فترة عن عمليات اغتيالات أو اقتحامات أو غيرها. هناك التفاف كبير حول الرئيس عبد الرب منصور هادي، وانشغال كبير من كافة أبناء الشعب شمالا وجنوبا بمعركة تحرير الحديدة من قبضة الميليشيات. انشغل أبناء الوطن شمالا وجنوبا وجميعهم شرقا وغربا انشغلوا بهذه المعركة. هناك كثير من الذين كانوا يختلفون اليوم اتفقوا على تحرير الحديدة، مع وهذا الاتفاق حتى اليوم حاصل داخل دول التحالف العربي، وهو شيء مبشر وكبير يعني لتحرير اليمن من قبضة أو تحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين من قبضتهم واستردادها ولتحت سيطرة الشرعية. نعم، أعود إلى الأستاذ يسري الأثوري. أستاذ يسري، وأنا أتابع الآن عبر هذه الصورة عدد المشاريع المفتتحة والمتعلقة بالاتصالات والإنترنت، حديث عن بوابة عدن الدولية، شبكة عدن أيضا للتراسل الضوئي الدولي، مزود خدمة الإنترنت عدن نت، مزود أو خدمة عدن للإنترنت اللاسلكي، مركز عدن للسيطرة والتحكم، سنترال عدن للوسائط المتعددة، كذلك شبكة عدن للجيل الرابع، شبكة عدن لتراسل المعطيات، والكابل البحري الدولي. هل هذه المشاريع كلها مرتبطة مع بعضها البعض أستاذ يسري، أم أن هناك مشاريع قد يعني بالقصد أن كل هذه المشاريع سيلمس المواطن بشكل مباشر خدماتها على الأرض، أم أنها مشاريع قد لا يلمسها بشكل مباشر وهناك شيء متعلق بشيء آخر يعني أو خدمة متعلقة بخدمات أخرى أستاذ يسري؟ جميع هذه المشاريع هي حزمة واحدة، النتيجة النهائية هي سرعة الإنترنت والإنترنت التي والخدمة التي ستصل للمواطن. هنا يعني الذي هنا هي الخدمة الأساسية، هنا التحدي الأساسي الذي سيلمسه المواطن. المواطن لا يعرف شيء عن بوابة الإنترنت ولا يعرف شيء عن الكابل البحري ولا يعرف عن أي شيء، هو سيلمس خدمة عدن نت التي ستوفر لديه له سرعة اتصال بالإنترنت عبر تقنية 4G إلى جواله أو إلى جهازه المنزلي. غير ذلك هي بنية أساسية من بنيات الاتصالات في اليمن. لا يمكن تقديم خدمات 4G ما لم يكن هناك بوابة اتصال للإنترنت، ولا يمكن أن يكون هناك بوابة اتصال ما لم يكن هناك كابل بحري يربط اليمن والمدينة والبوابة بالعالم. وبالتالي جميع هذه المشاريع هي حزمة واحدة مرتبطة، فلا يمكن يعني فصلها عن بعضها البعض. لا يمكن للمواطن أن يلمس إلا المنتج النهائي الذي سيصل إليه وهي سرعة الإنترنت.
هذا يعني حتى الآن لم يلمسه المواطن، غير متاح. بالنسبة لي أنا يعني وجدت هناك بعض الزيارات فعلا بدأت للمواقع اليمنية من خلال هذه الآيبيات المحددة لخدمة عدن نت، بدأت فعلا بالقيام بالاتصال بالإنترنت، لكن هذه أعتقد أنها فقط ما زالت في أيدي بعض المسؤولين عن الخدمة في إطار التجريب. أيضا سيلمس المواطن عملية كسر الحجب، إذا تم كسر الحجب عن المواقع الإخبارية ومواقع القنوات التي تفرضها ميليشيا جماعة الحوثي، وهذه يعني مصدر أيضا أساسي من الفرق المعلومة سيكسر التي تم. هذا الأمر، قد يكسر سيطرة ميليشيات الحوثي على حرية وصول المعلومات بالنسبة نعم للتصفح أيضا؟ نعم نعم لأن التصفح الآن سيكون مستقل تماما، وهذه الشبكة مستقلة تماما بكل مكوناتها عن جماعة الحوثي، ولا يمكن لجماعة الحوثي الوصول إليها أو القيام بمنعها وما إلى ذلك. جماعة الحوثي استخدمت الحجب كوسيلة لكبت الحريات ومنع المواطنين من الوصول إلى المعلومة خلال الفترة الماضية. كانت أحد أهداف هذه الشبكة أيضا هي كسر الحجب وإتاحة الفرصة للوصول إلى المعلومات. في الوقت الحالي جميع المواقع التابعة للحكومة اليمنية بما فيها مثلا موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ محجوب عن المواطنين في عدن أو في كل المحافظات المحررة، بسبب أن الاتصالات في هذه المناطق تخضع لسيطرة جماعة الحوثي. خلال الفترة الماضية القادمة سيلمس المواطن أعتقد تحسنا كبيرا في الخدمة، سيلمس حرية أكبر في الوصول إلى المعلومة وانتشار أفضل لها، لأن الخدمة هذه ستتيح له الوصول إليها سواء كان في الشارع أو في المنزل أو على سيارته أو في أي مكان آخر. إن توسع الخدمة إلى المحافظات الأخرى سيمثل قفزة نوعية إذا سيلمسها المواطن بشكل كبير، إذا كان هناك إرادة حقيقية وتم الإسراع فيها. التحدي الأكبر الآن هو توفير الخدمة بأسعار معقولة، أولا تنافس الخدمة التي DSL الحالية التي تصدر على جماعة الحوثي، وأيضا من أجل أن تكون في متوفر ومتناول المواطنين. أشكرك أستاذ يسري الأثوري، مهندس الإنترنت ومدير موقع صحافة نت، كنت معنا عبر السكايب من ماليزيا، كما هو الشكر موصول لك أستاذ فهد دحان الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، كما هو الشكر بطبيعة الحال موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، ونرجو أن نكون قد وفقنا في إعطاء لمحات ومعلومات أكثر حول طبيعة المشاريع التي تم افتتاحها اليوم من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء أسامة عادل ومنصور النقاش وبقية الأفراد في الطاقم الفني، في أمان الله.